المحيط الإقليمي والقرار الإقليمي والوضع الإقليمي ما بعد 7 أكتوبر أعتقد لا يعطي مجال لحكومة بشار الأسد أو النظام السوري أن يكون هذا الوضع بمتناول اليد إلى الفوضى. يجب اليوم أن تكون هناك طاولة حوار مستديرة تضع حلول لما يحدث في سوريا والقادم أعتقد على العراق، باعتبار أن الفصائل بدأت تهدد وهددت واستطاعت أن تتخذ مجموعة من الإجراءات. كل هذه السلوكيات أعتقد مؤداها أن يجب أن يكون هناك حلول جذرية، إضافة إلى تفعيل موضوع التحالف الدولي في المنطقة وفي العراق بشكل رئيسي. يعني اليوم هذه تنذر بأن التحالفات الدولية لا زالت فائدتها ضرورة وجودها لتشكيل مصلحة الأمن القومي الوطني أو الأمن القومي الإقليمي داخل المنطقة، ولازم نحن في ظل أزمات داخلية في هذه الدول، سواء كان في فلسطين أو بيروت لبنان أو سوريا أو حتى العراق والقادم أعتقد اليمن. إذن هناك معطيات خطرة تدل على أن تكون هناك معالجات جذرية بما تريده الدول المهيمنة واللي تملك خيوط اللعبة السياسية والعسكرية في المنطقة، ولا سيما إذا ما رأينا أن الجغرافيا وعدد الجغرافيا بدأت تنتقل، ولدينا تاريخ قريب 2014 ما حدث في سوريا انتقل إلى العراق. وقد بدأت في 2011 في سوريا قبيل أن تصل إلى ما هو أبعد وتعبر الحدود العراقية. وصف ما يجري قبل قليل ضيفي من بغداد مخلد الحازم بأنه زلزال جيوسياسي. هل تعتقد يا دكتور أن اليوم أمام ربيعا عربيا جديد كان قد وصف من قبل مراقبين بأنه فشل في المنطقة؟ أعتقد من الناحية الأمنية، يعني حتى السيد العام قوات المسلمين تحدث السيد يحيى رسول وضح بأن هناك تأمين للحدود، ولكن سواء كان حدود العراقية السورية تجاوز أكثر من 600 كيلومتر، هناك الإشكالية والمشكلة اليوم في حلب، هناك مسافة يقارب أكثر من 400 كيلومتر بين حلب والحدود العراقية من الناحية الأمنية والجيو عسكرية إن صح التعبير. ولكن نحن نرى أن تداعيات ذلك على وأبعاده على المشاكل اللي يمكن أن تنتقل الأفكار وتصيب عدوى الساحات. هذا المشكله اعتقد الزلزال بالنسبه الى العراق، اعتقد العراق لا زال عد القده، لدينا قواطع، لدينا تامين حدود من ناحيه الكاميرات الحراريه، من ناحيه القواطع الخرسانيه ما يقارب 3 امتار، عملنا حدود ما يقارب اكثر من 250 كيلومتر، هناك زياده في عدد الافراج، هنا الافراج الحدوديه المراقبه، هناك زياده في عدد الشرطه الحدوديه والقوات امن الحدود. ولكن الإشكالية تكمن ما كيف تنتقل هذا الزلزال. أعتقد الزلزال، أتفق مع زميلي وضيفك الكريم، هو زلزال فقط على الدول اللي بدأت تنعى بينها دول محور الشر، ليس زلزال على مستوى الدول العربية. إذن اليوم نحن هناك نوع من الخيارات الانتقائية من قبل من يستطيع أن يحرك هذه الفصائل، من يستطيع أن يفتح لهذه الأزمات. أعتقد الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بشكل عام وروسيا، الكل اليوم فاعلة، فبالتالي يجب أن تكون هناك خارطة أمنية جديدة برغبات معلومة. أيضا يا دكتور أن الزلازل علميا هي الصفائح التي تتحرك تحت